واتساب ما فاميلي. صباح النور، صباح الخير، صباح الجود مورنينغ. جيسبر كو هاد الفيديو تفهمو من أ جوسكا زد. المهم في هاد الفيديو كنت درت واحد البوست في ستوري على انستغرام ديالي، درت لهم شنو بغيت نشرح، واش بي سي ا ولا كرياتين. كان شافو شي 3000 واحد يمكن، ولا ما عقلتش 3000، غير 4000 واحد اللي شاف داك البوست. و لا بلوبار تاع الناس داروا بي سي ا. الوغ هاد الفيديو غنشرح لي بي سي ا، وغدا ان شاء الله غنشرح كرياتين، واش غدا ولا بعدو ما عقلتش اكزاكت حيت عندي القرايه العام. المهم ما غدا غدا ان شاء الله غنشرح كرياتين، وغتلقاو حتى هو في يوتيوب. ما عليك انت الا كنتي اول مره، ولا انت الا كنتي كتفرج فيا اول مره، تهبط لتحت وتفرقع ديك اللعيبه سبسكرايب تاعك، فرقع سول لي كري. واش كاين عندي شي انستغرام يطلع لك هنا ولا هنا، ودير لي فولو، حيت تما كنتشاور معاكم كاملين شنو نديرو، شنو بغيتو نديرو في الفيديو الجاي، شنو بغيتو يكون، بغيتو يكون تشالنج ولا موتيفاسيون، ولا يكون افكار، شنو بغيتو زعما، كنتشاور معاكم كاملين شنو ندير. ما عليكش انت تمشي لانستغرام ودير فولو، راه غنرضيكش بقا تنتشاور معاك في اي حاجه. صو نمشيو نشرحوا الفيديو ديالك على بركة الله. هاد البي سي ا هي احماض امينيه مشبعه اساسيه. وعلاش سموها اساسيه؟ حيت ما كيقدرش لو كوغ ديالنا انه يصنعها من راسو، كيصنع واحد المجموعه كيصنعها هو، ولكن واحد المجموعه اخرى خاصك انت تجيبها من الماكله ديالك، سواء بالحليب، الحوت، من الماكله ديالك كامل يكون فيها بي سي ا، ولكن نسبه قليله. ولا بغيتي انت تجيب هاد البي سي ا كتشري، كيكونوا اما دي بودغ بحال هكا، ولا دي كابسول ياك، هادو حبات بحال كينات، وهادي بودغ بحال بحال غير هادي كتجيني انا كتسمى تخويره، كيضحكوا على الناس بها. عرفتي علاش؟ حيت كتكون واحد واحد الكابسول اللي بحال هكا، نوريك تكونوا عارفه داك اللي تسولتي، ولا كتعرف هاد الكابسول هادي كتحل، فهمتي؟ وكيدير لك هنا داك البي سي ا، كيسدوها وكيعطيوها لك على اساس انها بحال كينات، اما راه بحالها بحال هاد اللي كتكون غير غبره ياك. سيدي هاد البي سي ا هادي هنايا كتكون 200 حبه ياك، وكل حبه فيها غرام، يعني 200 غرام دايره ب 200 درهم، وهنا كتكون غير غبره 600 غرام دايره ب 300 درهم. وانت اختار يا تدي هادي، تدي هادي باش الزواق دي هادي، الا بغيتي شي حاجه نتاع بصار غادي تدي هادي نتاع اللي كتكون بودغ. المهم هاد البي سي ا سيدي شنو كتعطيك في لوخرك، ولا شنو كتساعدك؟ هاد البي سي ا كتخليك تزيد من تخليق البروتين في العضله ديالك، كتمنع من تكسير البروتين في العضله ديالك. كيف ما عارفين اون فوا كديباسي واحد المده في لاصال كتعيا، وكيبقى الكوغ ديالنا خاصو من ياكل باش يقدر يدير داك القوه اللي كتخدم بها انت، يعني كيمشي للبروتينات وكيداك غاديهم وكياكل منهم، يعني كطيح من الكتله العضليه ديالك، هي كتخليكش تطيح من الكتله العضليه، وكتخليك تزيد في تخليق البروتين في العضله، ولات كتزيد من الاستشفاء العضلي. هاد البي سي ا كتنافس واحد الحمض اللي سميتو تريبتوفان. هاد التريبتوفان اون فوا كيوصل لو سيرفو، يعني اون فوا كيوصل للدماغ ديالنا، كيتحول لواحد الحمض اللي سميتو سيروتونين. الى تحول السيروتونين راك غادي تبدا تعيا، داك السيروتونين هو اللي كيخليك انك تعيا، وكيبقى يعطيك داك الاحساس بالعيا وداك الشيء كامل. هاد البي سي ا كتكون هي الحاجز ما بين التريبتوفان باش يوصل للمخ، باش ما يتحولش للسيروتونين. هادشي اللي كاين يعني في هاد البي سي ا، فاش يعني بزاف د الحوايج، هادشي اللي كاين تخليك البروتين في العضله، زياده من الكتله العضليه، الاستشفاء العضلي بسرعه، توقف الهدم العضلي، هي احسن حاجه كاين في البي سي ا، هي انك ما كتخليكش طيح من العضله ديالك، ما كتخليكش ملي كتعيا انت في الاصل، ما كتخليش الجسم ديالك انه يمشي البروتينات اللي في العضله يجبدهم، حيت هما اسهل حاجه كيجبد منها الجسم الطاقه. ما كيما كيبدا بحال دابا شد الانسان عنده جوج الحوايج تاع الطاقه، اما يجبدهم من الشحمه ياك، ولا كيجبدهم من العضله. هو الحاجه هو خاصو يجبدهم دغيا، الا مشى يجبدهم من الشحمه كيتعطل، خاصو وقت طويل. اما هو كيمشي للبروتينات اللي كيكونوا في العضله، داك الخطوط بحال دابا العضله هكا كيكونوا فيها واحد الالياف عضليه، هو كيمشي لذاك الالياف كيدق غاديهم كيقطعهم كيجبدهم من الاي تي بي، هما الطاقه. اي تي بي كيتقراو ا تي بي، كيجبدهم داك الاي تي بي وكيستعملهم كطاقه للجسم ديالك باش يقدر يكمل الحصه ديالو. هذه بي سي ا كيما قلنا ما كتخليش يدوز من هاد المراحل كامل. سو هادشي اللي كاين في هاد النهار، شرح بسيط دغيا دغيا البي سي ا. الا فهمتي هادشي ما عليكش تخبط لايك ياك، وتشوف عندي صوره انستغرام ديالك هنا ولا هنا، ودير فولو وغير رجع عار مزيان لهاد ولاد ديالنا. يرسو ليك الماكينة، يشتتو ليك البانيوم، يرسو ليك التلاجة، ياكلو ليك من القميصة، ويفرقو ليك المصبانة، ويسكيو ليك من المدينة، يرسو ليك الخريزة، عرسالك الماميزة، ويفرقو ليك العمالة، ويفرقو ليك العمارة، يسرقو ليك البانيوم، يهرسو ليك الماكينة، ويفرقو ليك القميصة، ويصبنو ليك الملابس، ويهرسو ليك المقاعد.